بسم الله. الأداة دي اختراع أو اكتشاف زوايا، إن أنت أي حاجة بترسمها تعملهاش مع أي عنصر آخر في الموديل يبدأ يديها لون ويبدأ يظهرها في الجدول اللي تحت. يعني لو جيت ترسم مثلا أي حاجة، مجرد إن أنت بترسم يبدأ تلاقي إن في لون أحمر ظهر في الأماكن اللي فيها كلاشات في ساعتها. فأي مشكلة بتقدر تحلها في أول ما بتحصل، مبتستناش لحد ما تخلص. وبعد كده مثلا كل أسبوع تعمل تشوف كلاش ديتكشن، لأ ده هي في لحظتها. فدي أتوقع أداة رهيبة جدا، هتقلل المشاكل بشكل رهيب جدا. لينكات أسفل الفيديو، كلاش بي بي.